اللي يعجبني أدائه من النواب، ما بقول بصورة عامة، النائب اللي يتكلم بهدوء ويطلب الأمر بهدوء بدون أي تجريح، وإذا قال لرئيس المجلس تفضل اجلس يجلس، وإذا قال تفضل تكلم تكلم. أما اللي يتكلم هذا ما يعجبني أدائه، حتى لو إنه يطالب حقي ما أبي. مين يعني؟ والله شو اسمه، أساسني لا أدش أنا في يعني عراك مع بعض الناس وأنا بغنى عن هذا الأمر. أقول كل إنسان يعرف نفسه، صراحة ما عجبني يعني المطير في حركته في الميكروفون، ولما حط الميكروفون داخل الميكروفون ونزله، يعني أنا قاعد أطالع صراحة أحس إن إحنا كنا قاعدين في هوشة، بندش هوشة يعني بتهاوش. واحد من الأعضاء الله يهديه ويصلح لي باله لما قال بتيك أيام نبي نسحلك، هذا كلام خطير، يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الشهم، هو شهم الموزري، يطلع يتكلم يعتذر عن الكلمة هذه، لأن صراحة هذه أثرت فينا إحنا. أنا ترى والله العظيم ما أعرف مرزوق، بس مرزوق عنده أطفال، عنده أحفاد، عنده ناس طالعونه، كلمة هاي ترى قوية. أتكلم عن يعني بعض الردود، يعني بعض الكلمات اللي هم قالوها، لكن هم يظلون هذيل الناس أعلام بالكويت، بس ما كنا نتمنى هذا الشيء يصير. يعني تبوا تصلحون الأمر، صلحوه صح، مو في الصورة هذه.